لويزاو المميز والهدف الأول. الهدف الأول الهدف الأول لويس سواريز لميسي، وميسي يسجل الهدف الأول في اللقاء. قلت لحضراتكم ميسي، الكل يعلم من هو ميسي. ميسي دائما وأبدا يجد نفسه في هذا الصراع الكبير، ولكن يخرج دائما من كل أزمة ومن كل طب أقوى وأقوى. والبرسا لا يموت، ولكن ممكن يبرد. البرسا أبرد لكن لا يموت. وهذه الكرة أمامنا الملعوبة، وهذه الانطلاقة والمحاولة وكشف التسلل هنا بشكل خاطئ من اللاعب اليوناني سيوباس، والعرضية من اللاعب لويساو، اللاعب لويس سواريز. وشفنا بقى التحرك، شوف أمامنا، شوف التحرك، وهذه اللمسة، اللمسة من ميسي. 3 دقائق فقط كانت كافية ليتقدم فريق البرسا على ليجانيس في هذه الكرة وفي هذه اللقطة وبهذه الكيفية وبهذه المهارة من جانب النجم الكبير، النجم الكبير ميسي. لويزاو المميز والهدف الأول. الهدف الأول الهدف الأول لويس سواريز لميسي، وميسي يسجل الهدف الأول في اللقاء. قلت لحضراتكم ميسي، الكل يعلم من هو ميسي. ميسي دائما وأبدا يجد نفسه في هذا الصراع الكبير، ولكن يخرج دائما من كل أزمة ومن كل طب أقوى وأقوى. والبرسا لا يموت، ولكن ممكن يبرد. البرسا أبرد لكن لا يموت. وهذه الكرة أمامنا الملعوبة، وهذه الانطلاقة والمحاولة وكشف التسلل هنا بشكل خاطئ من اللاعب اليوناني سيوباس، والعرضية من اللاعب لويساو، اللاعب لويس سواريز. وشفنا بقى التحرك، شوف أمامنا، شوف التحرك، وهذه اللمسة، اللمسة من for Barcelona in recent years, but Messi 2 for 2 so far this season. Iago Aitor to save the point. He stopped 1 of 2. It's Messi from 12, and he will not be denied. Barcelona back in front. Full confident thrust. Executes with extreme prejudice. A lovely pummel home, but doesn't erase anything for a lot of people. The penalty itself will be called into debate.